في مشهد يمتلئ بالإثارة هنا في دمت على مقربة من المنزل، مجموعة من الأطفال يمارسون لعبتهم المفضلة، حوثيون ومقاومة يحملون عصيا خشبية وينتشرون في المكان ويتبادلون إطلاق النار. هذا الرصاصة داخلة بارد تقرح من الرصاصة قرحن. كيف صنعتها أول؟ داخلة بتزلم هذا حق البيترين، وهذا القشلة حق الرصاص دي قد استخدمت، وداخل البيروت وذبلة. يعني كيف نرصيها؟ بشخط. بشخط. طيب وهذه من تستخدموها ضد من؟ ضد الحوثة. الحوثة ليش؟ انهم انقلبوا على السلطة. ايوه انقلبوا على السلطة معفاش. متارس وخيام يعكس المشهد تماما الجو الذي يعيشه اطفال اليمن في ظل الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية وقوات صالح على المحافظات والمواجهات التي تدور مع المقاومة الشعبية في أكثر من مكان. طول المتارس والمعسكر سوينا خيرات متارس وجرينا هذا إذا علم، ركزنا هناك وسوينا المطب. علم إيش؟ علم اليمن، نحمي البلاد. توزع الأطفال بينهم الأدوار، ففيما يقف البعض في الطريق وقد صنعوا لأنفسهم أسلحة من خشب ونصبوا نقاطا أمنية، ثم من يرابط في المترس بما يشبه إلى حد ما تلك التي يصنعها الكبار من رجال المقاومة وغيرهم في المناطق المشتعلة. إحنا الصغار إذا مستطاع والكبار لأن يحموا البلاد سنحميهم. إحنا تحموا البلاد أنتو؟ كيف ستحموها؟ بالقوة. ربما رسخ في عقل الطفل أن ما يقومون به من تصرفات هو عمل وطني محبوب عند الكبار. ضد الحوثة. إيش عملوا الحوثة؟ الحوثة قاموا بتخريب البلاد. قاموا بتخريب البلاد. جينا نحافظ على البلاد. وإيش هذا اللي بيدك؟ آلي. يعني إيش بتعمل فيه؟ أقاتل. من تقاتل؟ الحوثة. ليش؟ أنه خربوا البلاد. تقليد الأطفال ومحاكاتهم لأعمال المقاومة أمر طبيعي بنظر كثيرين كنتاج لبيئة الحرب التي يعيشونها، وإن كان وضع أنتجه الانقلاب وثقافة القتل والإرهاب التي رسخها الحوثيون منذ دخولهم العاصمة وإسقاطهم لمؤسسات الدولة، ناهيك عما رافق ذلك من مظاهر العنف والفوضى وحمل السلاح. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع.